أدعنا روت أوزوماكي. في العادة نكون منشغلين بمهام من أجل القرى التي تحتاج المساعدة، لكن الجميع في عطلة هذا اليوم، لذلك قررنا تنظيم حفل شواء خاص بنا. أنا لا أفهم حقاً، يفترض أن تكون نزهة جماعية، فلما نحن مفترقون؟ حسناً، ما الذي سنتحدث عنه؟ مهلاً ناروتو، تناول بعض الخضار أيضاً. وماذا عن ساسكي؟ فهو يأكل اللحم فقط. هذا مسموح لساسكي فقط. ولماذا هو بالذات؟ هذا ليس عدلاً. هل يوجد متجر قريب من هنا؟ أظن بأني رأيت بعض آلات البيع على الطريق. فهمت، سأذهب لأستطلع الأمر. حسناً. تمهل، لا تلمس هذا اللحم. إنه خطأ المعلم كاكاشي، لما تركنا بمفردنا؟ أعطني الصلصة. ماذا يجدر بي أن أفعل؟ ما هذا؟ ما الذي تفعله؟ ما هذا؟ شيء ما بداخلها. أخيراً، بعد كل هذه السنين محبوساً، ها قد خرجت أخيراً. إذن من أكون؟ ستعرفون في لحظات. أجل لشحمه ولحمه، أنا جدي المصباح الشهير. وكما تقول الأسطورة، لديكم الحق في 3 أمنيات، أي شيء تريدونه. ناروتو، ناولني صلصة. تفضل. أنتم ألا تستمعون إلي؟ ما الذي سيفعله؟ ناروتو، لا تتحدث إلي. إنه شخص مريب بلا شك. أنا لست مريباً، أنا جني حقيقي، لماذا لا تصدقون؟ صحيح ما تقوله. تمهل، أخبرتك ألا تتحدث معه. أنا حقاً جني، لا يمكن للجني أن يكذب. إذن أعطني 10 حصص من اللحم الآن. أمرك غالي والطلب رخيص. وينغارديوم ليفيوسا. أنت مريض حقيقي. كفى، لا تصفقوا، فأنا أخشى. المهم الآن يتبقى لديكم أمنيتان. حسناً، ما هي الأمنية التالية؟ ما رأيكما؟ يجب أن لا نهدرها في أشياء تافهة كالمال مثلاً. ألن تكون تلك أسهل شيء يمكن تحقيقه ساكورا؟ هيا أولاد، أنا أسمعكم. ماذا إذن؟ ناروتو، لست من سيقرر. أهدرت واحدة للتو. وماذا في ذلك؟ إذن ألم تجد أمنيتكم بعد؟ اخرس وانتظر لحظة. أحسنت يا عبقري، عفارم عليك، بقيت لكم أمنية واحدة. لحظة، كلا أتنازل عن ما قلته. القانون لا يحمي المغفلين يا حبيبي. ولم لا؟ ألقي نظرة في الفقرة 3 في دليل الاستخدام، البند 4. نعم معك حق. إذن ما هي أمنيتكم الأخيرة؟ أيها المتسرع الأحمق، لما فعلت هذا؟ بقيت لدينا أمنية واحدة فقط، ماذا سنفعل؟ أرى أنكم ستتأخرون، سأنتظركم داخل قنينتي. افعل هذا. والآن لما لا تنسى أمرها وحسب؟ ولم عساها يفعل ذلك؟ على كل، أنا من عثر عليها أولا. الذي تتحدث عنه؟ لقد أهدرت أمنيتين حتى الآن، لن تشارك في الآخر. وما هي أمنيتك التي تودين تحقيقها ساكورا؟ حسنا، شيء قيم بكل تأكيد. كيف سأفعل ذلك؟ أريد الزواج بساسكي. إنها لي. سأصبح الهوكاجي هودان. ناروتو، أجل، إن كان ذلك حقيقياً فلا يمكننا تجاهله. هيا، سأذهب للحصول على القنينة.
هذا غير منصف أبدا. علي الذهاب. أمر مزعج حقا. ناروتو. عليك أن تسلمني القنينة التي بحوزتك فورا. مستحيل، سوف أصبح الهوكاغي. توقعت أن أسمع هذا منك. لننطلق أكامارو. جوجن بنشن جاتسوكا. ما الذي يحدث هناك؟ أعطني إياها ناروتو. أنت أيضا. لما أنت مهتم بها؟ هذا ليس من شيمك. ما هي أمنيتك إذن؟ لست مجبرا على شرح شيء لك. حان دوري. توقف كلاكما. ماذا تعتقدان أنكما فاعلان؟ هل ترغبان في تحقيق أمنيتكما دون بذل أي جهد؟ أنا محقة، أليس كذلك؟ إضافة إلى ذلك، ألسنا فريقا واحدا؟ أخبروني. أن كل ذلك مجرد كذبة لا غير. معك حق، من الغباء حقا أن نقاتل بعضنا البعض. أيها الخاسر الأحمق، كيف تبعد نظرك عنها؟ كل ذلك بسببك. سأحقق أمنيتي وأجعل ساسكي يتزوجني. ها هي ذي الفتاة صاحبة الجبهة العريضة. أنت هنا إذن. إينو القبيحة، ما الذي تريدينه؟ أريد نفس ما تريدينه بالطبع. ماذا قلت؟ أنا على يقين أن أمنيتك غريبة مثلك. أنا؟ وما الذي أوحى لك بتلك الفكرة يا عزيزتي؟ ها؟ شينا. القنينة التي تتشاجران حولها هي الآن بين يدي. لقد فقدتماها لأنكما كنتما تتشاجران مع بعضكما البعض ولم تلاحظا وجودي. هل هذا يعني أنني شخص غير مهم؟ لا بأس، سوف أطلعكم على بعض الأمور التي تخصني هذا اليوم، لذا أنصتا جيدا. أولا، لوني المفضل هو أخضر الطحالب. زهرتي المفضلة. أصبح الهوكاغي. هاي ناروتو، أنا أيضا أسعى للحصول على تلك القنينة. كيجيمايا، ما الذي تنوي أن تتمناه؟ أريد عزما أكثر وطموح شباب أكبر. أنني أجعلك هذا وحشيا أكثر وحسب. تقنية نسخ الظل. تنتن لي. يريدون الحصول عليها أولا، ثم يقررون من سيستخدمها. فهمت، أظنها خطة محكمة. ما رأيك أن نتعاون ساسكي؟ أجل. فلتبذري جهدك إذن. ساسكي انتظرني. أين ذهب أصدقائي؟ والآن سلمنا تلك القنينة. ناروتو، أعطنا تلك القنينة.
سنقرر من يستخدمها بعد أن نتخلص منهم. مستحيل، لن أسلمها لكما أبدا. على هذا الحال سيحصلون عليها. أرجوك يجب أن تثق بنا. هذا مضحك، لا أظن أنك لو كنت مكانه ستأتمن شخصا غيرك عليها. إذا أعطيتهم إياها فسوف يدمرونها بأمنيتهم. ناروتو عليك أن تثق بنا. أمسكا بها. أحسنت يا أكامارو. أعيد إلي قنينتي. أكامارو فكر معي في أمنية جديدة. شكرا لك. أين هي القنينة؟ إنها هناك. أحسنت يا هيناتا، أعطني إياها. عن ماذا تتحدث؟ إن كانت ستعطيها لشخص فزملاؤها أولى. والآن أعطني تلك القنينة. صديقتي هيناتا، مرريها من هنا. اخرس يا هذا، سيستخدمها لشيء غبي بلا شك. ما هذا؟ أريد أن أصبح الهوكاجي فحسب. هيناتا هيا أعطيني تلك القنينة حالا. هيناتا من هنا من هنا. أعطيني القنينة. أنت لا تتدخل، أسرعي هيا. بسبب هذه القنينة فقد قمتم بكل هذه الأمور، لذا سأحطمها. هذا سيء، هل تنوي حقا تحطيمها؟ لكن الروح البريئة التي بداخلها سوف. أنا أعرف ذلك. جسدي كاجيماني نوجوتسو، نجحت. شيكامارو كيف تجرؤ؟ لحظة اسمعوني جميعا. من يهتم لما ستقوله؟ لا يمكنك الحصول على القنينة. فلتهدأ قليلا، هناك طريقة لتحقيق أمنية كل واحد فيكم. بإمكانكم أن تتمنوا الحصول على أكثر من أمنية. معدل ذكائك يفوق 200 بالفعل. سوف أفتحها الآن. رفقاً بهذا العجوز، خلصوني. ما هي الأمنية الأخيرة؟ أجل، لقد قررنا. يا سلام، ما هي إذن؟ أمنيتنا الأخيرة هي. أي، أريد بعض القطع النقدية لأن هذه الآلات لا تقبل النقود المستوردة. أمرك سيدي. من عيوني؟ أين أنا؟ أنا. شكراً لك. إلى اللقاء للتمييز. كان ذلك؟ ماذا حدث لكم يا رفاق؟